لغتنا الجميلة. أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج لغتنا الجميلة. ولغتنا لليوم هي عن حرف الغين. حرف الغين سوف نبدأ بالتعريف عنه بطريقة شعرية. هذا حرف الغين أطل، يغمر وجه الغيمة فلا، غاب غبار وغزا غازي، وغريب غشاش غلا. أمثلة واضحة تملى ما تركت للشك محلا، ربي يا غفار تجلى وارحم من صام وصلى. الغين هو الحرف التاسع عشر في الألفباء العربية، قيمته 1000 حسب نظام حساب الجمل. من الأسماء التي يبدأ فيها حرف الغين غادة للإناث وغسان للذكور. مخرج حرف الغين أدنى الحلق وهو أقرب إلى الفم، ومنه يخرج حرفي الغين والخاء، ومخرج الخاء أقرب إلى الفم من مخرج حرف العين. الغين لغة في الغيم، والغين الشجر الكثيف الملتف. هذا الكلام من المعجم الوسيط. الغين هو الحرف التاسع عشر من حروف الهجاء، مخرجه من بين أدنى الحلق إلى الفم قربا لها، وهو مجهور وأيضا رخو، وأيضا مجهور ورخو. وقد اتفق العلاي والأرسوزي على أنه لغو المعنى والغموض والخفاء، وهذا هو أقل من واقعه الصوتي. فظاهرة الغؤور والغموض في حرف الغين إنما هي مستمدة من طبيعة صوته، فهو لا يحيي بالغموض فحسب، وإنما بالإمحاء والعدم أيضا. إن صورته الصوتية وهو يدغدغ سقف الحلق عند خروجه لهي أشبه ما تكون بدغدغة محسنة من حديد تزيل غبارا عالقا بجلد البعير. وإذا خفف صوته قليلا كان أشبه بحفيف ممحات من نسيج خشن تحك خطوطا طباشيرية مرسومة على لوح أسود ويتطاير الغبار. هذه هي حكاية حرف الغين، صورة صوتية يقابلها في الطبيعة صورة تمثيلية، اهتزاز واضطراب وبعثرة في نفس الوقت. في صوت الغين دغدغة محسة أو ممحة، راحت كف خشنة، غبار يتناثر في الهواء. هذه هي الخصائص الإيمائية في صوت الغين. فماذا عن خصائصه الإيحائية؟ ماذا يوحي لنا حرف الغين؟ غ غو ري غين. لا شيء قطعا إلا غرغرة الموت والإمحاء، فصوته عندما يخرج من فوهة الحلق إنما يخرج مخربا ممحو والألوان مجلببا بالسواد. وهكذا نسمع صوت هذا الحرف مثلما نرى الليل المظلم البهيم. فما رصيد الخصائص الإيمائية والإيحائية في صوت الغين من الحقيقة على واقع المعاجم اللغوية؟ سوف نكتشف هذا الشيء ولكن بعد أن نرى أغنية الحرف. أهلا وسهلا بكم من جديد. أخبرتكم أني سأخبركم الآن عن رصيد الخصائص الإيمائية والإيحائية في صوت الغين من الحقيقة على واقع المعاجم اللغوية. بالرجوع إلى المعجم الوسيط، عثر على 150 مصدراً تبدأ بحرف الغين، كان منها 22 مصدراً تدل معانيها على الاضطراب والبعثرة والتخليط بما يمثل الاهتزاز في صوت الغين وبعثرة النفس عند خروجه منها. الغبار لبعثرته، الغثر ما يعلو من الثوب كالوبر، غثم الشيء وغثمره خلطه، الغثاء رغوة القدر، أغدق المطر كثرة قطره، غدرم الكلام اختلط، غربل الحب نقاه بالغربال من الشوائب لظاهرة الاهتزاز في هذا الحدث، غرغر الرجل ردد الماء في حلقه، تغسر الأمر اختلط والتبس، الغصن ما تشعب من ساق الشجرة دقيقه وغليظه، غلت الشيء خلطته، غليان القدر غيد تماثيل وتثنى في لين ونعومة. كان منها 3 مصادر فقط لمشاعر الغضب في تماثل بين ظاهرة الانفعال النفسي في حالاته وبين ظاهرة الاضطراب في صوت الغين.
على شيء من الغيبوبة في الوعي هي غضب غاضة غفر، وكان منها سبعة مصادر لأصوات تحاكي ما في صوت الغين من غرغرة وغمغمة وغيرها. غرد الطائر رفع صوته بالغناء وطرب فيه، غطفت القدر صوتها في غليانها، غفق رقق صوته، غمغم صوتا من فزع، الغوغاء الصوت والجلبة، الغنة صوتا يخرج من الخيشوم. وهكذا بلغت نسبة تأثر معاني المصادر التي تبدأ بالغين بخصائصها التمثيلية 21%، كما كان منها 15 مصدرا تدل معانيها على الظلام والسواد بما يتوافق مع موحيات صوت العين، ألا وهي أصدقائي غبس الليل أظلم، غبش الليل خالط بقية ظلمته بياض الفجر، أغدق الليل أرخى سدوله، طبعا الغربيب الشديد السواد، غسق الليل وغشى وغشي وغصن وغطس أظلم، غضف الليل أظلم وأسود، غطى الليل عم ظلامه كل شيء، غطى الليل أظلم وسترت ظلمته على كل شيء، الغلسة ظلمة آخر الليل إذا اختلط بضوء الصبح، الغيهب الظلمة تغيق. طبعا كان منها 39 مصدرا تدل معانيها على الخفاء والستر والغياب، منها غبت الحمى فلانا أخذته يوما وتركته آخر، غطه في الماء وغطه وغطسه غمسه فيه، غربت الشمس اختفت في مغربها، غر السمن قلبها غر لصق به وغطاه، غثر الشيء ستره، تغلغل في الشيء دخل فيه، الغلاف الغمد أغلق الباب، غلم الإنسان غطاه ليعرق، غمت الشيء وغم غطاء. وأيضا أصدقائي هناك العديد من المصادر التي تبدأ وتتوسط وتنتهي أيضا بالغين. هكذا أصدقائي بلغت نسبة المصادر التي تأثرت معانيها بخصائص الغين الإيحائية 51%، لترتفع هذه النسبة مع خصائصه الإيمائية إلى 72%، مما يؤهله للانتماء إلى زمرة الحروف القوية الشخصية، ما دامت المصادر التي تدل على أصوات ومشاعر الغضب قد تأثرت بالخصائص الإيمائية والإيحائية لحرف الغين كما مر سابقا معنا. طبعا أصدقائي وبالتأكيد ماذا عن هذا الحرف في نهاية المصادر سوف نتحدث عنه، ولكن بعد أن نرى فقرة الأستاذ فهيم ونعود إليكم. ذهن. أوه حسنا، سأخبرك بكل صراحة، لقد رأيت غيمة تهطل بغزارة وتذكرت عطائي الغامر الذي يهطل مثل هذا المطر من الغيمة. أهلا بك فهيم، كيف الحال؟ هل ستقدم فقرتك للأطفال أم أتركك تقدمها في بيتك يا فهمان وتتركنا؟ هل ستتركنا من تخاريفك هذه؟ رجاء اتركنا منها وابتعد عن سرد هذه القصص المملة. حسنا أصدقائي، هل يا ترى يلفظ حرف الغين بنفس الطريقة أم يتغير حسب الموقع والحركات؟ لتعرفوا ذلك أكثر تابعوا هذا الفيديو بالذات. أهلا وسهلا بكم أصدقائي من جديد، سأخبركم الآن بلغز الحلقة، وعليكم الاتصال على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة حتى تخبرونا بإجابة هذا اللغز. توجد في كل المنازل، توجد في كل المدارس، بدايتها غين، نهايتها تاء مربوطة، ثالثها فاء، أما ثانيها فهو الحرف الذي يلي الذال في حروف الهجاء. سوف أبسط لكم اللغز، توجد في كل المنازل، توجد في كل المدارس، بدايتها غين، نهايتها تاء مربوطة، ثالثها فاء، وثانيها حرف الراء. إن عرفتم اللغز اتصلوا واجبونا على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة حتى تتمكنوا من ربح جوائزنا. والآن أصدقائي سوف نأخذ أول اتصال في حلقتنا لليوم. السلام عليكم. السلام عليكم.
كيف حالك يا فاطمة؟ الحمد لله تمام، كيفك رحوفة حبيبتي؟ بخير الحمد لله. فاطمة هل عرفتي إجابة اللغز؟ أرهلك ممكن أسألك سؤال؟ تفضلي. أنت بتلتقي فاطمة بابنا؟ نعم. أنت بتلتقي بفاطمة بابنا؟ أجل. نعم ممكن تقولي لي برنامجها يعني على أي قناة يجي؟ شكرا لك صديقتي، وسوف نكمل الآن أصدقائي عن حرف الغين. ماذا عن الحرف في نهاية المصادر؟ سؤال طرحناه في البداية، أما إجابته أنه عندما رجعنا إلى المعجم البسيط عثر على 64 مصدر جذر تنتهي بحرف الغين، كان منها 15 مصدرا تدل معانيها على الاهتزاز والبعثرة والتخليط، ومنها مع بيان الرابطة بين معاني بعضها وبين خصائص الغين الإيمائية. طبعا بزغت الشمس بدأ طلوعها، بغبغ الكلام خلط، بغ الدم هاج وثار تدل على الاضطراب، ثمغ الألوان خلطها، ريغ الطعام دسلمه لظاهرة تخليط الطعام بالدسم، دغدغ الصبي حكه في موضع حساس يحدث انفعالا لظاهرة الذبذبة في الحك والارتعاش في موضع الحدث، نشغ الشيء انتشر، ندغ الشيء لونه بسواد وحمره وبياض مخلوطة غير متبينة، الوزغ الارتعاش والرادة، وكان منها مصدران اثنان فقط للخفاء، هما دمع فلانا غلبه وعلاه والحق الباطل محاه، زغ زغزغ الشيء خباه وأخفى. هذه المصادر، وأيضا كان منها 10 مصادر لغيبوبة نفسية أو وجدانية أو عقلية، هي راغة ذهب يمنة ويسرى في سرعة وخديعة، زاغ زوغا وزيغا مال عن القصد أو الحق أو الحرف عنه، تليغ تحمق، مذغ كذب ودعا، ملغ في كلامه تحمق، نزغ فلانا طعمه برمح أو اغتابه وذكره بالقبيح. طبعا لا شيء للظلام ولا الأصوات والمشاعر الإنسانية لتبلغ نسبة تأثر معاني هذه المصادر بخصائص الغين الإيمائية والإيحائية 42% فقط. وما يلفت الانتباه في المصادر التي تنتهي بالغين عدم وجود أي منها يدل معناه على ظلام الليل والسواد واقتصار معاني الخفاء المادي على مصدرين اثنين فقط، بينما كان في المصادر التي تبدأ بالغين 25 لمعاني الظلام والسواد والخفاء المادي. فما تعليل هذه الظاهرة؟ إذا كان العربي يشد بصوته أصلاً على أصوات الحروف التي تقع في مقدمة الألفاظ ويخفت بها في نهايتها كما مر معنا، فلابد أن يكون ثمة رابط أصلي بين الظلام والسواد وبين الشد على صوت الغين، وهذا الرابط ما أحسبها تخرج عن واقعة التماثل بين ظاهرة التخريب في صوت الغين وبين واقعة حك الخطوط والألوان بشدة على الجدران أو الصخور أو الألواح أيضا وأوجه الأرض وما إليها، وحتى إذا خفت بصوت الغين قليلا في نهاية لفظه كان أكثر تمثيلا لواقع الاضطراب والبعثرة المارة الذكر من واقعة حك الخطوط والألوان. فهل للقارئ تعليل آخر؟ وقبل أن أنتهي عن حديثي عن حرف الغين، أرى من المفيد أن أقوم بتحليل معاني بعض المصادر التي تبدأ بالغين أو تنتهي أو تتوسط به للكشف عن العلاقة الفطرية بين معانيها وبين خصائصها الصوتية لهذا الحرف، وإنها لفرصة طيبة مع حرف الغين لفهم طبيعة الذهن العربي بمعرض انتقاله من المعاني الحسية إلى المعاني المجردة. للكشف عن المضامين الاجتماعية والفنية والفلسفية أيضا في اللفظة العربية بالرجوع إلى خصائص حروفها ولتصحيح شروع معانيها في المعاجم اللغوية عند الاقتضاء. أرأيتم أصدقائي حرف الغين؟ معنا على سبيل المثال
سوف أقوم بإعطائكم أمثلة. غشم فلانا ظلمه أشد الظلم، جاءت من غشم الحاطب، احتطب ليلا فقطع كل ما يقدر عليه بلا نظر أو فكر، وأمن في الغشم بفتح الغين وتسكين الشين، ليس مجرد اعتداء على حق معين من الحقوق، وإنما هو اعتداء على ما يقدر الغاشم عليه من حقوق مادية ومعنوية لغيبوبة في الوجدان. ويقال حرب غشوم وحاكم غشوم. ولقد جعل العربي الغين للظلام والسواد والخفاء في مقدمة غشم مضاهاة لبداية حدث الاحتطاب ليلا، ثم أتباه بالشين للتفشي والانتشار، مضاهاة الواقعة الاحتطاب عشوائيا ومن هنا وها هنا، ثم جعل الميم للانجماع والانضمام، وفي نهاية اللفظة مضاهاة لنهاية الحدث بجمع الأحطاب ووضعها في حزام. وأيضا أصدقائي، حرف الغين هو حرف رائع، وهو الحرف أيضا هو حرف مفيد جدا، وبإمكاننا أن نرى الكثير من المصطلحات التي تحتوي حرف الغين. سوف نرى الآن أصدقائي من المصطلحات التي تبدأ بالغين أو تبدأ أو تتوسط أو تنتهي. غيمة، غرفة، غدق، غسق، غزل، غسان. وأيضا أصدقائي لدينا كلمة غسالة، يكفي. أما الآن أصدقائي سوف نبدأ بتحليل موضع حرف الغين في هذه الكلمات. في كلمة غيمة يوجد حرف الغين في البداية كما رأيتم بهذه الطريقة، غرفة وغدق وغسق وغزل وغسان وغسالة وغين نفس الشيء، جميعها تقع فيها الغين في البداية كما ترون. سوف أعطيكم الآن أصدقائي عن حرف الغين مواضعه في الكلمة. حرف الغين في القاعدة الإملائية يمتلك نفس خصائص حرف العين، حرف العين له نفس الخصائص الإملائية، ولكن الكتابي الإيحائية والإيمائية فهو يختلف تماما. البداية عندما يكون منفردا، هذه الغين عندما تكون منفردة. أما نسبة للغين التي تكون في بداية الكلمة، هذه هي الغين عندما تكون في بداية الكلمة. أما الغين عندما تكون في الوسط تكتب بهذه الطريقة، والغين عندما تكون في النهاية تكتب بهذه الطريقة. أرأيتم أصدقائي كيف تختلف طريقة كتابتها إن تغير موقعها بالجملة؟ نكمل الآن الحديث عن حرف الغين. حرف الغين أصدقائي سوف نرى عندما نحركه ونرى كلمة مع التحريك. الحركات هم في البداية الفتحة، الضمة، الكسرة، ومن ثم سنتكلم عن السكون. وطبعا أصدقائي لن ننسى أنه أي كلمة في اللغة العربية حسب موقعها بالجملة يختلف تحريكها، ولكن غ ككلمة غيمة عندما نحركها غ غ، انظروا كيف نضع الغين، نضع الفتحة على الغين، بالضمة غروب، غروب. أرأيتم كيف نضع الضمة على حرف الغين؟ وأرأيتم كيف نلفظ الكلمة التي يكون فيها العين مضموما؟ غي غي، أرأيتم غي. وهكذا يا أصدقائي نكون قد رأينا كيف تكون الكلمات في كان حسب تغيير حركتها.
أما الآن أصدقائي سوف أخبركم عن السكون. عندما تكون عليها حركة السكون وهي كالدائرة الصغيرة، هذه الحركة تكون عندما نسكن الكلمة، أي كلمة بإمكاننا إحضارها وتسكينها، ككلمة غدق، غسق، غدق، غدق، غسق. أرأيتم كيف أصدقائي نسكن الغين؟ هنا في هذه الحالات نلفظ العين ساكنة. أما الآن أصدقائي سوف نذهب سويا لرؤية فقرة مسرح الدمى، عفوا الحكواتي، ونعود إليكم. فقرة الحكواتي، واليوم فقرتنا عن غزوة بدر الكبرى، وكلمة غزوة فيها حرف الغين. ما غزوة بدر الكبرى؟ هي أول معركة فاصلة بين قريش والمسلمين، وسببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالمرصاد لليلة التي فاتته إلى الشام حينما خرج إلى ذي العشيرة، وأرسل لها رجلين إلى الحوراء من أرض الشام ليأتيها بخبرها، فلما مرت بهما العير أسرعا إلى المدينة، فندب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين ولم يعزم عليها الخروج، فانتدب 313 رجلا، وقيل 317 رجلا أو 82 أو 83 من المهاجرين، و61 من الأوس، و170 من الخزرج، ولم يتخذ هؤلاء أهبتهم الكاملة، فلم يكن معهم إلا فرسان و70 بعيرا فقط. وعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء أبيض دفعة لمصعب بن عمير، وكان المهاجرين علم يحمله علي بن أبي طالب، وللأنصار علم يحمله سعد بن معاذ، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، ثم أرسل مكانة من الأرواء أبا لبابة بن عبد المنذر، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يريد بدر، وهو موضع على بعد 155 كيلو مترا جنوب غربي المدينة، تحيط به الجبال شواحقا من كل جانب، وليس فيه إلا 3 منافذ، منفذ في الجنوب وهو العدوة القصوى، ومنفذ في الشمال وهو العدوة الدنيا، ومنفذ في الشرق قريبا من منفذ الشمال يدخل منه أهل المدينة، وكان فيه المساكن والأنبار والنخيل، فكانت تنزل القوافل وتقيم فيه ساعات وأيام، فكان من السهل جدا أن يسد المسلمون هذه المنافذ بعدما نزلت العير في هذا المحيط، اضطر إلى الاستسلام، ولكن من لوازم هذا التدبير أن لا يشعر أهل العير بخروج المسلمين إطلاقا حتى ينزلوا ببدر على غزة، ولذلك سلك الرسول صلى الله عليه وسلم طريقا آخر غير طريق بدر، ثم تأتي في التقدم إلى جهة بدر. أما العير فكانوا قوامها 1000 من البعير موقرة بأموال لا تقل عن 50,000 دينار، وكان رئيسها هو أبو سفيان ومعه نحو 40 رجلا فقط، وكان أبو سفيان في غاية التيقظ والحذر، يسأل كان غاد ورائح عن تحركات المسلمين. وطبعا وعندما التقى الجيشان واشتدت المعركة، طبعا بعدها بدأ المسلمون عريشا يكون مقرة قبل أن تشتد المعركة كثيرا عندما التقوا، ولكن لم يبدأوا بالعراق، بنى المسلمون عريشا يكون مقر قيادته صلى الله عليه وسلم، طبعا له حرس من شباب الأنصار تحت قيادة سعد بن معاذ. ثم عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيش متحول في ميدان القتال، وهو يشير بيده ويقول هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وغدا إن شاء الله، ثم بات يصلي إلى جذع شجرة، وبات المسلمون مستريحين تغمرهم الثقة، وكان الله قد أنزل المطر كما قال إذ يغشيكم النعاس آمنة وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. طبعا في الصباح وهو صباح يوم الجمعة
دعا رسول الله هذه قريش قد أقبلت بخيلانها وفخرها تحادك وتكذب رسول الله، فاللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم أحنهم الغدا. ثم عدل الصفوف وأمرهم أن لا يبدأوا بالقتال حتى يأتيهم أمره، وقال إذا اقتربوا منكم فرموهم واستبقوا نبلكم ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم. ثم رجع إلى العريش ومعه أبو بكر، فابتهل إلى الله سبحانه وتعالى ودعاه ونشده حتى قال اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد أبدا. ثم اشتد القتال بين الطرفين، أما المشركون فاستفتح منهم أبو جهل فقال اللهم اقطعنا للرحم وآتنا بما لا نعرفه فنحن الغدا، اللهم أين كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره اليوم. وطبعا اشتد القتل والمعارك بين الطرفين، ثم كان النصر ومن حليف الجهة التي تعرفونها دائما، وكان النصر هو حليف المسلمين. وهذه هي نهاية قصة غزوة بدر الخالدة. أهلا وسهلا بكم أصدقائي من جديد. أما الآن سوف أعطيكم مصطلح الغيمة. لديها كلمة غيمة أو غمام. غيمة أو غمام تحملان نفس المعنى. وسأخبركم الآن أصدقائي كيف تنشأ الغيمة. في البداية تكون الشمس تسقط الشمس أشعتها على البحر، فتقوم جزيئات الماء بالتبخر، تفقد الملح الذي تحتويه وتخرج إلى طبقات السماء العليا. وعندما تخرج إلى طبقات السماء العليا تجتمع قطرات الماء معا اللواتي توخرن فيشكلن غيمة. وعندما يزيد التبخر ويزيد الثقل في هذه الغيمة تدفع الرياح هذه الغيمة تغير مكانها، ثم تبدأ هذه الغيمة بإنزال المطر. وأيضا أصدقائي نتساءل عن سبب هطول المطر في الصحراء. السبب نحن نعلم أنه لا يوجد ماء كثير في الصحراء، ولذلك من المتوقع العقل يتوقع أنه لن يهطل فيها مطر، ولكن أصدقائي نسمع أنه هطل فيها مطر وبشكل كبير في بعض الأحيان. ما هو السبب؟ إن كان في منطقة فيها بحر أصبحت ظاهرة تبخر الماء، وتبخر الماء من هذا البحر، بعد أن تبخرت هذا الماء وتشكلت غيمة، يدفع الهواء هذه الغيمة إلى منطقة أخرى التي هي الصحراء، ومن ثم تبدأ الغيمة بالهطول، وهذا سبب الهطول في الصحراء. الآن أصدقائي سوف نذهب لمشاهدة هذا الفيديو عن الحرف ونعود إليكم. أهلا وسهلا بكم أصدقائي من جديد. أما الآن أصدقائي سوف أخبركم بأسماء مؤنثة فيها حرف الغين كغيد وغادة. ونذكر أصدقائي قصة غادة السمان التي أصبح معها حادثة واشتهرت القصة في مدة زمنية معينة. وأيضا أصدقائي أسماء ذكور غسان. وهناك أيضا أصدقائي أسماء كثيرة، وممكن أن تكون أحد أسماء أقاربكم تبدأ بحرف الغين. أما الآن أصدقائي هيا نتابع فيديو آخر عن حرف الغين ونعود إليكم. أهلا وسهلا بكم أصدقائي من جديد. الآن سوف أخبركم مرة أخرى في بعض المصطلحات التي تحتوي حرف الغين، ونحركهم ونحدد موضع وطريقة كتابة حرف الغين. في البداية لدينا الكلمة الأولى غسالة، غبار. وأيضا أصدقائي سوف نكمل بعض الكلمات
غروب، رعيق، وأيضا وزغ. هذه الكلمات أصدقائي التي تحتوي حرف الغين، سوف نرى كل منها. غسالة، غسالة، فيها تكتب العين هكذا، غسالة. غبار، غبار، كلمة غبار تكتب الغين فيها أيضا في البداية، غبار. أما بالنسبة لكلمة غروب أيضا فيها الغين نفس الحالة، غروب. ريغ، ريغ، سكون وفي النهاية، ريغ، سكون. وزغ، وزغ، سكون. سأخبركم أصدقائي الآن بهذه الفائدة. إن كنا نتحدث أو نقرأ، إن كان في نهاية السطر الأول على سبيل المثال كلمة، كيف نستطيع تحديد آخر حرف في الكلمة؟ كيف نستطيع تحديد حركته؟ طبعاً الحركة تأتي في سياق الجملة، تأتي سماعياً، ولكن في البداية أصدقائي، إذا عندما نرى هذه الجملة، نحن هذه الكلمة ستكون آخر كلمة في الجملة، إذا نقف عندها. على سبيل المثال أكل محمد التفاحة، عندما نقول أكل محمد التفاحة بعد كلمة التفاحة لا يوجد إكمال لهذه الفقرة أو الجملة، ولذلك نسكنها. أما عندما نقول أكل محمد التفاحة وكانت لذيذة جدا، هنا كما رأيتم أصبح هناك تحريك لحرف الحرف الأخير. الآن أصدقائي سوف نذهب ونرى فيديو آخر عن الحرف ونعود إليكم. أهلا وسهلا بكم أصدقائي من جديد، سوف نكمل الحديث عن حرف الغين. حرف الغين هو الحرف 19 من حروف الهجاء، ممكن أن نستخدمه في الرياضيات والجبر كمتغير، لا يعني متغير في المسألة مجهول قيمته، ولكن المتغيرات الأكثر استعمالا السين والصاد، السين والصاد نستعملها جدا في المسائل الرياضية والجبرية. أما الغين صحيح أنه يقل استخدامه، ولكن نستخدمه في بعض الأحيان. الآن أصدقائي سوف نرى فيديو عن الحرف ونعود إليكم. أهلا وسهلا بكم أصدقائي من جديد، سوف نرى الآن كلمات مع جمعها، ولكن هناك اسم نسمعه دائما هو اسم غازي. غازي فيه حرف الغين في البداية وبهذا الشكل، أرأيتم أصدقائي؟ سوف نرى ككلمات غزال، غزالان، غزلان، غيمة، غيمتان، غيمة، غيمتان، وغيوم. أرأيتم أصدقائي؟ هنا في البداية والبداية والبداية فيها في البداية مفرد، وأيضا هنا في الوسط كانت مثنى، وفي النهاية كانت جمع. سوف نرى كلمات أخرى ككلمة على سبيل المثال غسالة، غسالتان، غسالات. الآن أصدقائي سوف نكتب كلمات أخرى. على سبيل المثال كلمة ريغ الطعام. ريغ هي مصطلح غير مستخدم بشكل كبير، معنى هذه الكلمة ريغ الطعام تستخدم أكثر شيء ريغ الطعام أو على ريغ الطعام. هلا عندما نأتي نقول نتكلم مع شخص نقول أن فلان ريغ الطعام،
معنى كلمة ريغ الطعام أنه قد دسمه. ممكن طبعا دسمه لظاهرة تخليط الطعام بالدسم. سوف نرى أيضا أصدقائي كلمة دمغة. ما معنى كلمة دمغة؟ كلمة دمغة وهذه أيضا مصطلح غير مستعمل بشكل كبير لغويا كالكلمات الأخرى. دمغة نقول عن هذا الشخص مثلا أحمد، دمغة أحمد مثلا محمد. ما معنى هذا المصطلح؟ معناه أنه غلب علاه طبعا وعلاه الحق، علاه الحق الباطل محا يعني غلبه، عل الحق والباطل محا. أرأيتم أصدقائي؟ كلمة أخيرة ألا وهي زغزغ الشيء. زغزغ الشيء أيضا مصطلح غير مستخدم بشكل كبير. معناه أنه خبأه وأخفاه، خبأه وأخفاه. أما الآن أصدقائي سوف نرى كلمات أخرى. بغبغ الكلام. مصطلح بغبغ الكلام، بغبغة، ما معنى بغبغ الكلام؟ بغبغ الكلام يا أصدقائي بمعنى خلطه. بغبغ الكلام بمعنى خلط الكلام. معنى كلمة بغ تبوغ وباغة أي هي كلمة تدل على الاضطراب. الاضطراب طبعا في جميع حالاته، التوتر والقلق. أما بالنسبة لحرف الغين سوف أخبركم مرة أخيرة عن موضعه. يكون حرف الغين في البداية في منفردا، عفوا منفردا منفردا، والغين في بداية الكلمة، والغين في الوسط، والغين في النهاية. هكذا أصدقائي نكون قد رأينا أشكال حرف الغين مرة أخرى، منفردا وفي البداية وفي الوسط وفي النهاية. هكذا أصدقائي سوف نودعكم بهذه الحلقة. في الحلقة القادمة ستكون هي الحلقة الأخيرة قبل شهر رمضان، وإن شاء الله سوف نستكمل الحديث عن حروفنا بعد شهر رمضان المبارك. تابعونا كل أحد الساعة السادسة، وكل ثلاثاء الساعة الخامسة. الأحد الساعة السادسة، الثلاثاء الساعة الخامسة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.